أنهى مفتش منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملهم في دوما بغوطة دمشق الشرقية حسبما نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع. كما أعلنت منظمة حظر الأسلحة أيضا أنها ستأخذ عينات من جثث القتلى والضحايا في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية في إطار تحقيقاتها حول الهجوم الكيميائي المفترض. وبحسب رئيس المنظمة فإن بعثة التحقيق تواصل استكشاف كل السبل الممكنة لجمع الأدلة، لكنه من السابق لأوانه التكهن بموعد إنجاز تقرير الخبراء وعرضه على الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.